بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أبنائي الطلاب أهلا ومرحبا بكم. فنحن اليوم على موعد مع درس جديد من دروس مادة لغتي للصف الأول المتوسط. درسنا اليوم إن شاء الله بعنوان علامات الاختصار. موضوعنا اليوم إن شاء الله الذي سوف نتناوله بإذن الله سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل هو بعنوان علامات الاختصار. ولكن يا أحبابي، وكما تعودنا سويا وقبل أن نبدأ درسنا، علينا أولا أن نحدد الأهداف التي يجب علينا أن نحققها في نهاية هذا الموضوع. وأما الهدف الأول وهو التعرف على علامات الاختصار، أي سوف نتعرف على علامات الاختصار التي نستخدمها عند الكتابة. الهدف الثاني وهو التعرف على معنى ومفهوم علامات الاختصار، ما دلالة هذه العلامات التي نستخدمها أثناء الكتابة. وأما الهدف الثالث وهو التعرف على أهمية علامات الاختصار، ما أهميتها في الكتابة؟ سوف نتعرف على ذلك إن شاء الله في نهاية هذا الدرس. أما الهدف الرابع والأخير وهو القدرة على استخدامها أثناء الكتابة وفهمها أثناء القراءة إذا قابلتنا. أولاً، علامات الاختصار. فما مفهوم علامات الاختصار يا أحبابي؟ أولا، علامات الاختصار هي عبارة عن مجموعة من الرموز الكتابية التي لها معاني دلالية، مجموعة من الرموز الكتابية ولها معاني تدل عليها. وهذه الرموز يا أحبابي تشير إلى اختصار الحروف الأولى من الكلمة، وهذا سوف نتعرف عليه إن شاء الله بالتفصيل عندما نعرض عليكم الأمثلة. أكرر، علامات الاختصار هي عبارة عن مجموعة من الرموز الكتابية التي لها معان دلالية، وهذه الرموز تشير إلى اختصار الحروف الأولى من الكلمة، وذلك منعا للإطالة في الكتابة وللدلالة على المقصود. ويختلف ما تشير إليه علامات الاختصار باختلاف الكلمة. إذن يا أحبابي، علامات الاختصار هذه هي عبارة عن مجموعة من الرموز الكتابية التي نستخدمها أثناء الكتابة ولها معان سوف نتعرف عليها إن شاء الله. ونحن نستخدم هذه العلامات أو هذه الرموز المختصرة منعا للإطالة أثناء الكتابة، وهي أيضا تدل على المقصود الذي نريده. وكل رمز يا أحبابي يختلف عن الرموز الأخرى بناء على ما يشير إليه من دلالات. والآن يا أحبابي، هيا بنا ننتقل إلى التعرف على مجموعة من الرموز أو مجموعة من علامات الاختصار. أول علامة من علامات الاختصار وهي حرف السين، وسوف نعرف إن شاء الله دلالته. العلامة الثانية وهي حرف الجيم. أما العلامة الثالثة من علامات الاختصار التي معنا اليوم وهي حرف الميم، ثم حرف الهاء، ثم حرف الطاء، ثم حرف الراء والدال والميم والكاف، ثم حرف الهمزة المكسورة واللام والخاء. هذه الحروف التي أمامكم الآن هي عبارة عن رموز ولها دلالات، وهي علامات مختصرة لكلمات تبدأ بهذه الحروف. أولا، لنتكلم عن دلالة هذه العلامات. أولا، حرف السين. حرف السين هذا هو عبارة عن رمز يستخدم للدلالة عن كلمة سؤال، فهو اختصار كلمة سؤال.
فأنا إذا أردت أن أكتب سؤالا ولا أريد أن أكتب كلمة سؤال، يكفيني أن أضع هذا الرمز للدلالة على كلمة سؤال. فما الرمز الذي يدل على كلمة سؤال؟ هو حرف السين، وهذا هو معنى دلالة علامات الاختصار. فحرف السين هو عبارة عن رمز يدل على كلمة سؤال. ولكن ما معنى كلمة اختصار يا شباب؟ كلمة اختصار وهي اختزال أو تلخيص، بمعنى أنني أخذت حرف السين واكتفيت به للدلالة على كلمة سؤال. أما الرمز الثاني وهو حرف الجيم، حرف الجيم يا شباب هو اختصار لكلمة جواب أو كلمة جمع على حسب السياق الذي أمامك. فأنا بدل من أن أكتب كلمة جواب، بدلا من أن أكتب كلمة جواب، اكتفيت بحرف الجيم للدلالة على ذلك، فصار حرف الجيم رمز يدل على كلمة جواب أو كلمة جمع. الرمز الثالث وهو حرف الهاء، وحرف الهاء هو اختصار لكلمة هجري. فأنا إذا أردت أن أكتب تاريخا هجريا فلا يجب علي أن أكتب كلمة هجري، وإنما أكتفي بكتابة الرمز الذي يدل على هذه الكلمة. والرمز الذي يدل على كلمة هجري هو حرف الهاء. الرمز التالي وهو حرف الميم، وحرف الميم يا أحبابي هو اختصار لكلمة ميلادي. وأنا إذا أردت أن أكتب تاريخا ميلاديا فيكتفى بكتابة حرف الميم بعد التاريخ للدلالة على كلمة ميلادي. فأنا إذا رأيت حرف الميم بعد التاريخ دل ذلك على كلمة ميلادي. أما الرمز التالي وهو حرف الطاء، وحرف الطاء هو اختصار لكلمة طبعة. فأنا إذا بدلا من أن أكتب كلمة طبعة أنا أكتفي بكتابة حرف الطاء، وحرف الطاء هذا هو عبارة عن رمز يدل على كلمة طبعة أو هو اختصار لكلمة طبعة. فهذه الحروف التي أمامكم الآن وهي السين والجيم والهاء والميم والطاء هي عبارة عن رموز أو هي عبارة عن علامات اختصار. أما الرمز التالي وهو حرف الراء والدال والميم والكاف مجتمعة مع بعضها. أما حرف الراء فيدل أو يدل على كلمة الرقم، وحرف الدال يدل على كلمة الدولي، وحرف الميم يدل على كلمة الموحد، وحرف الكاف يرمز إلى كلمة الكتاب. فعندما أرى هذه الحروف وهي الراء والدال والميم والكاف مجتمعة فهذا يدل على أنها اختصار للرقم الرقم الدولي الموحد للكتاب. أما الرمز الأخير الذي معنا وهو الهمزة المكسورة مع اللام مع حرف الخاء، وهي اختصار لكلمة إلى آخره، اختصار لكلمة إلى آخره. إذن يا أحبابي، الرموز أو علامات الاختصار هي عبارة عن رموز لها دلالة وهي اختصار لبعض الكلمات. ولكن إذا تأملنا هذه الحروف سنجد أن هذه الحروف اللي هي الرموز هي عبارة عن الحرف الأول من الكلمة التي تدل عليها. فكلمة سؤال أخذنا منها حرف السين ليدل عليها، وكذلك كلمة جواب أو جمع أخذنا منها حرف الجيم ليدل عليها، وكذلك الهاء والميم والطاء. كل هذه عبارة عن حروف ابتدأت بها الكلمات، فنأخذ هذه الحروف ونعتبرها رموزا للدلالة على الكلمة نفسها. ولكن يا أحبابي يسألني أحدكم ويقول لي ما فائدة ذلك؟ أقول فائدة ذلك الاختصار، أنني أختصر بدلا من أن أكتب كلمة سؤال أكتفي بكتابة حرف السين،
وذلك يوفر علي بعض المجهود وكذلك بعض الوقت. والآن يا أحبابي سوف ننتقل إلى بعض الأمثلة التي استخدمنا فيها هذه الرموز. الأمثلة: أولا سين مما يتألف الماء، هذا عبارة عن سؤال، فبدلا من أن أكتب كلمة سؤال اكتفيت بكتابة حرف السين ليدل عليها. جيم يتألف من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. إذن ما دلالة كلمة جيم؟ جيم دلالتها هنا بمعنى الجواب، فبدلا من أن أكتب كلمة جواب اكتفيت بكتابة حرف الجيم أي رمز الجيم، وحرف الجيم هذا يدل على كلمة الجواب. إذن سين اختصار كلمة سؤال، وجيم اختصار كلمة جواب. وإذا نظرت إلى هذا المثال وجدت أن كلمة معلم ثم جيم معلمون، ما دلالة حرف الجيم هنا يا أحبابي؟ ها؟ ممتاز جدا، حرف الجيم هنا يدل على اختصار كلمة جمع، فكلمة معلم جمعها معلمون أو تجمع على معلمون. المثال التالي: نقول نحن نعيش في عام 2020. حرف الميم، ما دلالة حرف الميم؟ هذا الحرف حرف الميم واختصار لكلمة ميلادي، ممتاز جدا، الموافق 1441 هاء. ما دلالة حرف الهاء؟ حرف الهاء هو اختصار لكلمة هجري. إذن نحن عرفنا حتى الآن أن حرف السين هو اختصار كلمة سؤال، وحرف الجيم اختصار كلمة جواب أو اختصار لكلمة جمع، وعرفنا أيضا أن حرف الميم هو اختصار لكلمة ميلادي، وحرف الهاء اختصار لكلمة هجري. إذا قرأتم هذه الجملة 9 203 4 را دال ميم كاف، را دال ميم كاف هو عبارة عن اختصار لجملة الرقم الدولي الموحد للكتاب. إذن هذا الرقم أو هذا الرقم الذي أمامكم الآن هو ثم جاء بعده هذا الرمز، فنعرف أن هذا الرقم هو الرقم الدولي الموحد للكتاب. كن صادقا ومهذبا ومخلصا، فراغ إلى آخره. يبقى الهمزة المكسورة مع اللام مع حرف الخاء تدل على اختصار جملة إلى آخره. إذن يا أحبابي نحن عرفنا الآن أن العلامات أو علامات الاختصار هي عبارة عن حروف تم أخذها من بعض الكلمات لتدل على هذه الكلمة اختصارا لهذه الكلمة. وقلنا إن حرف السين هو اختصار لكلمة ممتاز جدا سؤال، حرف الجيم اختصار كلمة جواب أو جمع، حرف الميم اختصار لكلمة ميلادي، أحسنتم، حرف الهاء اختصار لكلمة هجري، ممتاز، حرف الراء والدال والميم والكاف اختصار لجملة الرقم الدولي الموحد للكتاب، حرف الهمزة المكسورة مع اللام مع الخاء اختصار لجملة إلى آخره. من منكم يخبرني حرف الطاء اختصار لكلمة؟ ممتاز جدا، حرف الطاء اختصار لكلمة طبعة، أحسنتم وبارك الله فيكم. الآن يا أحبابي ننتقل إلى الإجابة عن بعض الأنشطة. دليل الإملاء الخولي طاء 5. طاء ما دلالة حرف الطاء؟ ما دلالة حرف الطاء؟ ممتاز جدا، حرف الطاء دلالة أو اختصار لكلمة طبعة، ممتاز جدا. 1427 هاء، حرف الهاء اختصار لكلمة فكروا جيدا، حرف الهاء اختصار لكلمة، ممتاز جدا، هجري. حرفة جيم حرف،
ما دلالة حرف الجيم في هذه الجملة أو في هذا المثال يا أحبابي؟ ممتاز جدا، حرف الجيم في هذا المثال اختصار لكلمة جمع. ممتاز جدا وبارك الله فيكم. راء دال ميم كاف، اختصار ل، ها فكروا جيدا. ممتاز جدا، راء دال ميم كاف اختصار لجملة الرقم الدولي الموحد للكتاب. أحسنتم وبارك الله فيكم. إذن حرف الطاء اختصار لكلمة طبعة، حرف الهاء اختصار لكلمة هجري، حرف الجيم اختصار لكلمة جمع أو جمع أو، فكروا جيدا، أو جواب. أحسنتم، وحرف الراء والدال والميم والكاف اختصار لجملة الرقم الدولي الموحد للكتاب. أحسنتم وبارك الله فيكم. أختار الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح لما يلي: توظف العلامات السابقة في، العلامات هي الرموز التي ذكرناها آنفا، توظف العلامات السابقة في النطق أم في الكتابة؟ هذه الرموز التي ذكرناها آنفا نستخدمها في النطق أم الكتابة؟ أحسنتم، نستخدمها في الكتابة، بارك الله فيكم. تعتمد العلامات السابقة على، العلامات السابقة التي ذكرناها السين تدل على كلمة سؤال، والجيم تدل على كلمة جواب، والطاء تدل على كلمة طبعة، والهاء تدل على هجري، والميم تدل على ميلادي. هذه الرموز تعتمد على الحروف أم الرسوم؟ أحسنتم وبارك الله فيكم، هي عبارة عن مجموعة من الحروف. أحسنتم، الغاية من استخدام العلامات السابقة هي، ما الغاية أو ما الهدف من استخدام هذه العلامات؟ الغاية من استخدام هذه العلامات، ممتاز جدا، الاختصار وتوفير الجهد، الاختصار وتوفير الجهد. اقرأ: ماذا سيحدث عندما نزرع اللؤلؤ داخل الصدفة ثم نجعل المحارة قادرة على الإنتاج؟ جيم: إن المحارة تقوم بإفراز مادة كلسية بواسطة الحيوان الرخوي داخلها عندما يتسلل جسم غريب إلى صدفتها لتحمي نفسها من خشونته المؤذية، بحيث يصبح الجسم الغريب ناعما أملسا لا يؤذي ويتعايش معه الحيوان. قام ميكوموتو بدراسة المحارة، وفي عام 1888 ميم الموافق عام 1305 هاء أجرى تجارب. ما نوع الجملة الأولى المكتوبة باللون الأحمر؟ ما نوع الجملة الأولى المكتوبة باللون الأحمر؟ هل هي جملة خبرية أم جملة استفهامية؟ ممتاز جدا، جملة استفهامية. أحسنتم وبارك الله فيكم. ما دلالة حرف السين يا أبنائي؟ ها ممتاز، سؤال. أحسنتم وبارك الله فيكم، والدليل على ذلك أن هذه العبارة ختمت بعلامة الاستفهام. السؤال التالي: يرمز حرف السين في الجملة الأولى إلى كلمة، حرف السين الموجود في الجملة الأولى المكتوبة باللون الأحمر يرمز إلى كلمة، ممتاز جدا، إلى كلمة سؤال. حرف الجيم الموجود في الجملة الثانية يرمز إلى كلمة، أحسنتم، جمع أم جواب؟ جواب. أحسنتم، الرمز ميم في الجملة الأخيرة هو اختصار للحرف الأول من كلمة، ميم اختصار لكلمة إيه يا أحبابي؟ ممتاز جدا، كلمة ميلادي. والرمز هاء هو اختصار للحرف الأول من كلمة، حرف الهاء يا أحبابي اختصار للحرف الأول من كلمة، ممتاز جدا، أحسنتم وبارك الله فيكم، هو اختصار للحرف الأول من كلمة هجري. أحسنتم وبارك الله فيك. أملأ الجدول التالي بوضع علامات الاختصار المناسبة للكلمة الملونة. أكمل الجدول بوضع علامة الاختصار المناسبة. أولا العبارة علامة الاختصار دلالتها. سؤال: لماذا كان لاكتشاف ميكوموتو تأثير سلبي على المجتمعات التي تعمل في تجارة اللؤلؤ؟ علامة الاختصار للكلمة المكتوبة باللون الأحمر سين، ما علامة الاختصار لها؟
ممتاز جدا. حرف السين، أحسنت وبارك الله فيك. ما دلالتها؟ تدل على سين، تدل على ها، تدل على السؤال. ممتاز جدا. جواب: نظرا لسهولة زراعته وانخفاض ثمنه. ها جواب، ما علامة الاختصار لكلمة جواب؟ أحسنتم، حرف الجيم. وما دلالتها؟ تدل على الجواب. المثال الثالث: توج ميكوموتو ملكا على عرش زراعة اللؤلؤ في العام في العالم عام 1908 ميلادي الموافق عام 1326 هجري. ما اختصار كلمة ميلادية أحبابي؟ ممتاز، اختصار كلمة ميلادية حرف الميم، واختصار كلمة هجري حرف ها حرف الهاء للدلالة على العام الهجري والعام الميلادي. إذن يا أحبابي، حتى الآن تعرفنا على علامات الاختصار، وتعرفنا على دلالتها، وتعرفنا أيضا على كيفية استخدامها وما فائدتها أثناء الكتابة. وقلنا إن علامات الاختصار هي عبارة عن مجموعة من الرموز، أو عبارة عن اختصار لبعض الكلمات وتدل عليها. ومن هذه الرموز حرف السين، وهو يرمز أو اختصار لكلمة سؤال، وحرف الجيم اختصار لكلمة ها جواب أو كلمة جمع، وقلنا حرف الميم هو اختصار لكلمة ميلادي، وحرف الهاء اختصار لكلمة هجري، وحرف الطاء اختصار لكلمة طبعة. وقلنا أيضا إن هذه الرموز إنما توفر علينا بعض الجهد وتوفر علينا بعض الوقت، ونستخدمها للاختصار ليس إلا. وإلى هنا أبنائي الأعزاء، نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، سائلين الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح والسداد والفلاح، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.